السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة الغية، معاكم أخوكم عماد حمدي. طبعا زي ما عملنا فيديو قبل كده عن الإسهال الحمام والتعب والكلام ده كله، النهاردة إن شاء الله فيديو أهم منه. طبعا في البداية عايزكم تعرفوا إنه راح 14 زغلول وتلات نتي ودكرين، والباقي تعبان، يعني عالم كان هيكمل ولا مش هيكمل. طبعا لأول مرة عندي مفيش ولا زغلول طالع، مفيش ولا حصواية ولا انتهي على وش حصى، كل ده مش موجود. يعني ممكن أطلع من الحكاية دي مفيش حمام خالص. طب النهاردة إيه الكلام؟ الكلام مش إن أنا أقول لك على العلاج ولا المرض ولا حاجة، هقول لك الغلط اللي أنا وقعت فيه وأنت ما تقعش فيه عشان ما حصلكش نفس اللي حصل لي. يبقى الفيديو ده أهم من العلاج وأهم من المرض. طيب إيه الأسباب أو الحاجات اللي أنا وقعت فيها؟ هقول لك. أول حاجة الكلفة. في أول رمضان رحت أجيب الكلفة، ما لقيتش الكلفة اللي بشتريها، لقيت نوع تاني وحش بس ما كانش فيه غيره، فاضطريت إن أنا أجيبه. يبقى أول حاجة الكلفة الوحشة، جبت كلفة وحشة اغسلها. في دورة صفرة بتبقى تحس إن هي من جوه سودة، بلاش منها. أول حاجة في مسببات المرض والإسهال خصوصا عند الحمام هي الكلفة. تاني حاجة المية، الواحد إما بيغير مية الصبح يا إما بيغير المية الصبح وآخر النهار. لو أنت بتغيرها مرة واحدة آخر النهار فتأكد إن الحمام هيتعب. ليه؟ بتيجي من الظهر كده لحد الساعة 5 بتلاقي المسقة دي كلها زبل. طبعا الحمام بيعطش بيشرب. طب الحل ايه؟ الحل انك تشيل المسقة اساسا من قدام الحمام، يعني ممكن تحطها له مرتين في اليوم، الصبح والساعة 5 مثلا، تسيبها قدامه ساعة او ساعتين الصبح واخر النهار نفس الكلام، لان الحمام مش هيقعد يشرب 24 ساعة، مش راح جاي على المية. لكن لما تسيبها على طول طول الوقت وقت ما هيعوز يشرب هيلاقيها فيها زبل وهيشرب منها وسخة. يبقى مفروض المية تبقى نضيفة باستمرار. تالت حاجة الفران. الفار البراز بتاعه عمل زي الرز المحروق. موجود فار في البلكونة او في العشة معناها امراض. الفار بيبقى حامل لمرض السلمونيلا او كل الامراض بتبقى عند الفار، وبتنزل في الزبل بتاعه او في البراز بتاعه. الحمام بيستنشقها بتبقى في الهواء، المهم بتنقله العدوى باي طريقة كان، العدوى بتتنقل. طبعا انا كان في فار في البلكونة مسكته، بس على بال ما مسكته كان عدى كذا يوم. انا بقول لكم الاسباب اللي ممكن تحصل عندكم، نفس الكلام اللي حصل عندي، عشان تخلوا بالكم. طب يبقى الفيران اول ما بتشوف البراز بتاع الفار بتعرف ان في فار، لازم تخلص عليه في نفس اليوم، تخليش تاني يوم اي طريقة بقى. طيب رابع حاجة الطيور البرية زي اليمام والعصافير. انا كنت بسيب مسقه فيها ميه ومكلف وفي كلفه، بقول اليمام والعصافير تيجي تاكل، يعني الحاجات البريه دي هتاكل فين، فبقول تيجي تاكل مش مشكله وتشرب. فطبعا لما تيجي يمامه او عصفوره تعبانه عندها سلمونيلا او اسهال وتيجي في المكان عندك هتعدي بقيه الحمام. يبقى انت عايز تعمل خير هيترد لك شر. يبقى ممكن تعمل خير بطريقه تانية او باسلوب تاني، اساليب الخير كتير لكن بلاش منها دي. اهم حاجه ما تخليش الطير الغريب يجي عندك في المكان. طبعا انا بطلت احط حاجه لليمام والكلام دوت. طب الدليل على كده ايه؟ مره انا مسكت يمامه بالصدفه وقعت كده قدامي، رحت ماسكها، اول ما مسكتها طلع منها كميه دبان رهيبه كانها مزرعه، رحت حادفها في الجو على طول. فالحاجات البريه دي بتبقى فيها امراض طبعا. طيب النقطة اللي بعدها العيون الخشب البغدادلي، لازم تحط لها زي رف او كرتونة او خشب او اي حاجة، كون ان الزبل ينزل على الحمام اللي تحته المرض هيجي مفيش كلام. اغلب الغوايب بتسيبها على كده، فده تحذير لازم تغطوها، تحطوا اي حاجة. طبعا انا دايما كنت ببص اشوف ان المرض ده حاجة بعيدة، انا الحمام ما بيتعبش عندي، لكن اتضح ان اي حد معرض للكلام دوت. طبعا بتخش في الدايرة دي، ده ادوية بيطرية وادوية بشرية وكلام كتير قوي
ملهوش لازمة لو انت عملت الاجراءات الوقائية اللي انا قلت عليها دي في البداية من نفسك. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.